Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa tasliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, syukur beserta puji sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita telah sama-sama berkumpul di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu berupa pelaksanaan akad nikah antara saudari dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan Ummul Quran berupa Fatihah. Semoga kita mohonkan kehadirat Allah pernikahan antara saudari Rani dengan saudara Ruslan ini. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هل ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندم إليه وحرم الزفاف ووعد عليه، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَقَالَ أَيُّهَا الشَّابُّ تَزَوَّجَ عَجَزَ قَالُوا إِلَيَّ وَإِلَى مُسْلِمَ مِنِّي. وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتين من المتزوج أفضل من 70 ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الله لا يحب السواقين ولا السواقات. وقال: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. والحمد لله رب العالمين. Dengan maharnya 2 banyak emas tunai. Maharnya 2 banyak emas tunai.
dengan maharnya 2 banyak emas tunai. Nah, menempati tempatnya satu di kanan dan satu di kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam, kami saksi pertama atas pernikahan Rani binti Saiman dengan